1937 تاريخ ميلاد الوداد الرياضي باش تولد من الاول وانت ناضج وبعقلك خاصك تكون سميتك الوداد. الوداد الهدف من الانشاء معروف، النضال، المقاومه، المنافسه، اثبات الذات، الرفع من راس المغربي وقتها. الوداد اليوم كدير 84 سنه، هذا دليل على الاصاله، دليل على العراقه. الوداد ما كتشرفش، الوداد دائما شباب في شباب، وإلا كبرات الوداد فكتكبر في القيمه ديالها، كتكبر في الانجازات ديالها، كتكبر في الحب والتقدير ديال العشاق ديالها في الداخل والخارج. الف مبروك للوداد، كل عام ودادنا بالف خير، والحمد لله على نعمه الوداد.